تونا تيم، صباح الخيرات. ريفيو اليوم حيكون عن كريم العين من ميزون، سنيل ريبير اي كريم. خليني نفرجيكو شكل العبوة بالأول. العبوة لما بتيجي بيكون هيدا البلاستر مسكر هيدا الجزء فيها. الكريم 25 ملي، وهنا بيكون تاريخ مكتوب، تاريخ الإكسباير. الكريم بيكون جاي معه سباتولا صغيرة هيك، سباتولا. كمان تاخدي الجزء اللي بدك اياه من الكريم، وبعدين توزعي على عيونك. وهيدا ازاز كريم العين. لما طلعت على تاريخ الصلاحية من الفتح مش مكتوب، فمعنى كده ان احنا هنلتزم بتاريخ الصلاحية اللي مكتوب اسفل العلبة. راح احكيكم الاول على فوائد الكريم. الكريم بيرطب حوالين منطقة العين، كمان بيساعد على تقليل مظهر الخطوط الرفيعة اللي حوالين العين، كمان بيعالج الهالات السوداء. كمان من ضمن الفوائد طبعا انه بيحسن من مرونة الجلد، وبيعطي اشراق ورونق لمحيط العين. من المكونات الرئيسية في كريم العين تبع ميزون انه بيحتوي على 80% من هلام الحلزون اللي بيساعد على تجديد خلايا بشرة الجلد. كمان بيحتوي على مادة النايسينيمايد المسؤولة عن تفتيح وتحسين الهالات السوداء. كمان بيحتوي على مادة الإيدونوزاين والبيبتايد المسؤولين على معالجة الخطوط الرفيعة وحماية الجلد من تقدم العمر. هلا رابع نقطة رح احكيكم عنها، وهي معدل الأمان تبع كل مكون من مكوناته. الكريم خالي من البارابن والسلفات وكل المواد الضارة. كمان شفت اختبار الـ EWG تبع الكريم، موضح لي ان كل مكون من مكونات الكريم في معدل الامان، ويحتوي على نسبة سيليكون، ونسبة السيليكون اللي فيه في اقصى معدل الامان واخد رقم 1. خامس نقطة رح احكيكم عنها، وهي الرائحة. تقريبا الكريم ملوش ريحة، يعني ممكن لو شميتوا ريحة في العلبة هتلاقوها خفيفة، بس بمجرد ما تنحط على البشرة ما راح تشموا اي ريحة خاصة في المنتج. وهيدا شيء حلو للي بتحسس من الروائح. سادس نقطة راح احكيلكم عنها، وهي قوام الكريم. هو تقريبا انا خلصت الكريم، كنت سايبه لكم جزء صغير حتى اقدر اعملكم عن الريفيو، بس ما بعرف اذا هي الحبة الصغيرة راح توضح النقطة دي ولا لا. خلينا نشوف. هيكون عم يمط، مبين عليكم. خلوني اجي هون خلفية الطرحة صورة بالبيت. هو قوامه خفيف مثل الجلد تقريبا، وكمان بيمط شوية. يمكن هلا ما مبين القوام الخفيف لاني صراحة جايبة الكريم من فترة. عايزة اقولكم ان كمية صغيرة من الكريم بتكفي محيط العين كله. تقريبا هاي العلبة 25 ملي كفتني يمكن 6 شهور او اكتر شوي. وهلا رح اخبركم على طريقة وضع كريم العين. رح ناخد كمية صغيرة من الكريم. هلا طبعا لان الكريم خلصان فما فيني اخد شيء، بس فرضنا يعني هلا اخذت كمية
وبمشي بتاني صباع لاني هيدا بيكون كتير خفيف على العين، وراح نمشي ضغط خفيفة من برا لجوا من برا لجوا، بنعملها 4 مرات. وبعدين من هون من جوا لبرا من جوا لبرا من جوا لبرا، بنعمل هيك على خفيف لاني هون المنطقة تبع الجلد كتير رقيقة، فما بدنا نعمل هيك. اذا ضليتي تعملي هيك بوضع الكريم راح تزودي الخطوط، راح تزودي مشاكل كتير، لان الجلد اللي حوالين محيط العين كتير رقيق، فبدك تتعاملي معه برقة. فمثل ما بقلكم هيك على خفيف، ضغط على خفيف، هاي الضغطة راح تخلي الكريم يتوزع منيح، وفي نفس الوقت راح تعتبر بمثابة المساج، وراح تخلي البشرة تمتص الكريم. وبالعادة هو الكريم لانه خفيف فهتلاقوا الموضوع سهل معاكم. راح احكيكم على 7 نقط وهي سرعة الامتصاص. الكريم سريع الامتصاص، يعني تقريبا في الفترة اللي انتوا هتحطوا فيها الكريم وتعملوا فيها مساج خفيف هتلاقوا اقل من دقيقة البشرة امتصت الكريم. نسيت اذكر نقطة في نقطة القوام، انه كريم العين تبع ميزون في قوامه اتقل شوية صغيرة من الكريم تبع الوجه من شركة ميزون من نفس اللاين. لما اعمل لكم ريفيو عن كريم الوجه حاب اوريكم القوام تبعه كمان. تامن نقطة راح احكيكم عنها وهي اللمعة. ميزة الكريم ما بيترك لمعة على البشرة، وانا هيدي النقطة بحبها لانه بشرتي بالصيف بتكون كتير دهنية، فما بحب استخدم اي منتج ممكن يكون عم يزود اللمعة او عم يعطيني اضاءة للبشرة لانه اوريدي بيكون فيها اضاءة طبيعية. تاسع نقطة راح احكيلكم عنها وهي الترطيب. عايز اقولكم ان الكريم ترطيبه كتير حلو وبنصحكم فيه، خصوصا لاصحاب البشرة الجافة كمان. هذا الكريم مناسب لكل انواع البشرة. عايش النقطة راح احكيلكم عنها وهي مدى تأثيره على الخطوط الرفيعة والدقيقة اللي حوالين العين. صراحة حسيت بتحسن ملحوظ فيها، بس هذا التحسن ما راح تحسوه من اول شهر او تاني شهر، يعني ممكن من بعد خامس شهر تبدأوا تحسوا ان صار فعلا في افكت واختفى شوي من الخطوط الرفيعة. ففينا نقول من بعد تقريبا 5 شهر هتبدأوا تحسوا بفرق كتير ملحوظ، وان الكريم بلش يعمل افكت من هاي النقطة. عموما الخطوط رفيعة وعلامات تقدم العمر، يعني بتاخد وقت طويل شوية حتى يبين فيها افكت، وكل ما كانت الخطوط عميقة كل ما كانت هتحتاج وقت اطول، وكل ما كانت الخطوط لسه في اولها خفيفة كل ما هتحسوا بمفعوله اسرع. فكرمان هيك حاولوا من اول سن 25 تبدأوا تركزوا على المنتجات اللي بتحمي البشرة من علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة، وخصوصا منطقة العين وحوالين الفم بيكون فيها علامات تعبيرية كتير يومية. يعني هيك هيكو هيك صار في علامة هيك. النقطة رقم 11 اللي هحكي عنها وهي تأثيره على الهالات السوداء. صراحة حسيت انه اعطى نضارة لبشرتي وحسن عندي من الهالات السوداء اللي كانت عندي نتيجة الارهاق. انا الحمد لله ما عندي هالات سوداء وراثية، فيوم ما بيصير عندي هالات بتكون نتيجة الارهاق. رأيي في المنتج، المنتج ترطيبه كتير حلو للعين وعم يعطيها اشراق ونضارة كمان، فعلا عم يأثر على الخطوط الرفيعة ويحسس بنتيجة، فبنصحكم فيه. مثل ما قلت هذا مناسب لجميع أنواع البشرة، بنصح فيه البنات اللي أعمارها بتبلش من سن 25 سنة. هذا كان كل شيء عن ريفيو اليوم. إن شاء الله ما أكون نسيت أي شيء. بتمنى يكون الريفيو كان مفيد لكم وعجبكم، وما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، لايكاتكم راح تسعدني أكيد وراح تحفزني أعمل لكم ريفيوهات أكتر، وكمان راح تعرفني إن في حدا عم يستفاد من الريفيوهات تبعي. ما تبخلوا عليا بلايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا تنتين الجرس حتى يوصل لكم إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. بحبكم، أتمنى لكم يوم سعيد. باي باي، نعم نعم.